بجاوبك عن سؤالي، بجاوبك عن سؤالي. الدليل على إباحة الاستمناء البراءة الأصلية، ما في دليل يحرم ويمنع الاستمناء حتى يأتي دليل على حرمتها. فلقد طوالا أن كنت طلبت بالأدلة على الحرمة، لأنه أصلا الأصل في الأشياء الإباحة. الزول اللي بيحرم مطالب، الزول اللي بيحرم مطالب بالدليل وليس الذي يبيح. فطالبت بالأدلة وزنبت زنقة الكلب كما يقال. فأبي أديني فرصة. طبعا دائما بيقولوا الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. الحوار والنقاش معناه مناظرة. بعدين أنا مناظرة بطريقة ربع ساعة ونص ساعة ده ما بينفع معي. أنا بناظر بطريقة السؤال والجواب كما وضعه علماء علم البحث والمناظرة من زمن السلف، من زمن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومن قبل ذلك الأنبياء والمرسلون كانوا يناقشون ويحيرون أقوامهم بطريق السؤال والجواب. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من الفواقع والبواقع أن يأتي أمثال هؤلاء، لا أدري بماذا أصفهم وأسميهم، وكمان له وجه وعنده جرأة أن يدخل أمام الطلاب وأمام طلاب جامعة أم درمان الإسلامية ويتحدث بكل الفخر والإعزاز. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الإيمان من صحيح البخاري حديث جابر رجلا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. لو كان يستحي لا، لو كان مؤمنا لاستحيا من الله أولا ثم من عباد الله. وأنا ما بتحير يعني زول يجيب له مسألة زي دي في زمن بتاع فتن، يعني ليلة المسألة بتاعت الاستمناء بتاعتك دي ذاته عرفتها، حتى الصعاليق ذاته خلوها، لأنه الصعلوق ذاته خلى الصعلقة ذاته. الواحد لما يمشي في السوق وفي الشارع بقى البنات يشغلن الأولاد، ولا كيف؟ شباب ذاتهم كثير منهم أو 90% منهم بيقوا ما فاضي إلا الشغلة دي. فهمت؟ أصبر لنا أرد لك على كلامك ده بعد ذاك أجيك. وعلى الواد عامل فوق بلعام ابن باعورة وأنا ودوني ومناظرات كالسلف. أنت السلف عندك بهم علاقة؟ أنت بتنكر فهم السلف ذاتهم؟ بتنكرهم مرة واحد دار الليلة تجي تتشبع بما لم تعطى يا مفتري يا كذاب. طيب، قال أول مسألة، قال عندهم منهج التقبيح والتحسين الذي عند المعتزلة. ما هو المثال على ذلك؟ المثال شنو؟ وما هو منهج التحسين والتقبيح؟ منهج التحسين والتقبيح ده موجود عند الترابليين وعند الصوفية، اللي هو بيقولوا إنه يكفي العقل في إدراك أن هذا الشيء حسن أو قبيح، أو ما يسميه العلماء في الشريعة أن هذا حلال أو حرام. قالوا العقل بس بكفي. ويكفي في الرد على هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وربنا سبحانه وتعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالعقل بلاه ما بكفي، وإلا نحن ما كان ردينا على الشعبيين يا الود ال ما قادر يقف ده. فهمت؟ ما كان نحن ردينا على الشعبيين وعندنا معهم مناظرات وكل ما نجي البلد دي بنأكد على إن أخواننا المرجع هو جنو والكتاب والسنة بفهم السلف. وأكبر دليل على ذلك عن العنوان اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذا جزء من كتاب الإمام البخاري. بدأ بكتاب الوحي وبعد ذاك مشى
ومن آخر الكتب في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بعده كتاب أخبار الأحاد، بعده كتاب التوحيد في صحيح البخاري، وأورد فيه الأدلة من القرآن ومن السنة ومن كلام السلف بالتمسك والعض النواجذ على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الهداية لمن أراد الهداية. ومما أورد من الأحاديث العجيبة، خلينا نجد لك مسألته دي بعد ذاك نمشي لبقية النقاط، حافظ له ثلاثة معلومات، كم اسم كتابين وكم مسألة عرفته دارج يتجدع بها. وقد قال في أصول الفقه البراءة الأصلية، وأنا مستصحب البراءة الأصلية. وين مستصحبة؟ هل أنت بتستصحب البراءة الأصلية في وجود النص؟ دي برضو مسألة أصولية، وين هو الودة؟ وين هو؟ عرفته؟ في وجود النص بتستصحب البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية معناها شنو؟ المهم كده خلينا أرجع للدليل ده وأجيك. حديث جابر أن ملائكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم لبعض: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. قالوا: فالدار الجنة، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع رسول الله دخل الجنة، ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، يعني بين المحقين والمبطلين. وأدلة كثيرة جدا على وجوب أن يعتصم الإنسان بالكتاب والسنة. وربنا سبحانه وتعالى ذم المنافقين بأنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة إلا إذا كان في ذلك في ظنهم، إلا إذا كان في ظنهم عندهم شبهة من موافقة الكتاب والسنة لهم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فإنت مفتري يا وليد يا دجال، ها أكذب من روثة حمار الدجال، ها دار تجي تكذب علينا ونحن قاعدين. قال ديل التحسين والتقبيح العقلي، تعرف تحسين وتقبيح عقلي معناه شو؟ معناه تقعد كده. والله المزالة دي كده ما ظريفة، بس بالعقل ساكت، عرفته؟ لكن هو طبعا جاب المسألة دي ليه؟ لأنه أخواننا بيقولوا لك الاستمنة ده ما بقي عاقل، ودار يقول لك دي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. لا، كون الأمر ورد تحريمه في الكتاب والسنة وأيدته على ذلك حكمة من واقع أو من عقل، ده ما يدل على إنه مرجع الإنسان هو التحسين والتقبيح العقلي حق المعتزلة المبتدعة. مثال على ذلك: الخمر حرام ولا ما حرام؟ حرام. طيب من ناحية بتاعت عقل، من ناحية عقل، زول بيشرب له مشروب لو عنده قروش بيمشي يوزعها بين الناس ساكت، لو عنده مرة بشاكله ويطلقها، أولاده بيسب لهم كويس، يجي قدام الناس يعمل عمايل شينة جدا، زي ما واحد شيوعي في جامعة الخرطوم بعد ما سكر في شارع المن جوا الجامع، فهمت؟ قام قضى حياته هناك قدام الطلب. وزي ما نقل الشيخ العباد حفظه الله، قال في واحد سكر فقام بال في ايده وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال، فهمت؟ ده من ناحية عقلية يا اخواننا، من ناحية عقل، من ناحية عقل. انت ما بتبعد من الشيء ده لو ما في تحريم من الكتاب والسنة، لو ما في تحريم بتبعد ولا ما بتبعد؟ هل الشريعة جاءت بإلغاء العقل تماما؟ ما جاءت، عرفته؟ فهو لأنه ذموا عليه، والمسألة دي ذموا عليه إنه في بنات آدم كتار قعدات
ونسوان مالين حد وعنوسه قاعده لغايه ما بقت سبب بتاع شرك. يا بشره ان شاء الله راجل مره مو شركه وبايره دي، بدل انت دي لو عرستها بتوحد طوالي في الغالب، لانه موضوع راجل بس. فالنسوان كتار والنسبه بتاعت النساء في المجتمع السوداني خاصه نسبه عاليه جدا، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاه والسلام: ولا تقوم الساعه حتى يكون الرجل الواحد قيما على 50 امرأة. لغايه ما يكون قصاد الراجل الواحد كم؟ 50 مرة، من اخت لام لحبوبه لخاله لمره لبيت، عرفتها؟ 50 مرة. عشان كده في حديث اخر قال: من اشراط الساعه ان يقل الرجال وان تكثر النساء، عرفتها؟ فمن ناحيه عقليه قبل نجي للادله، قال مستصحب البراء: انت ما بري يا شفت، انت مجرم، مجرم انت، فهمت؟ داير تخلي الناس، تبعد الناس من الفطره. ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها الراجل والمراه، وربنا ذكرها في القران. لو ما في ايه او حديث واضح ولا اجماع من العلماء على تحريم هذا الامر، لكانت مقاصد الشريعه من حفظ النفس وحفظ النسل، لكانت تلك المقاصد كافيه في تحريم هذا الامر القبيح شرعا، والقبيح عقلا، والقبيح فطرة، فهمت؟ فده أمر قبيح جدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل للراجل شهوة، وجعل للمرأة شهوة، وجعل هذه الشهوة سببا لبقاء النوع والمجتمع الإسلامي. كويس؟ لو أي راجل طبق الفهم بتاعك أنت ده، الفهم بتاعه ده كويس؟ الفهم ما الزواج يعني، فهمه الوسخ ده، الاستمنة ده كويس؟ لو أي ذول طبق فهمه ده، طيب النسوان ما يتورطن ولا كيف؟ هل ربنا أمر الرجال أن يعفوا النساء بالحلال ولا ما أمر؟ ده من مقاصد الشريعة ولا ما من مقاصدها؟ نمرة واحد. نمرة اثنين، من مقاصد الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الودودة الولودة فإني مباهٍ أو مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فده شنو ده؟ هل ده يوافق مقاصد الشريعه؟ انت تقول لي الاستصحاب والبراءه الشرعيه، وانا داير اناظر تناظر شنو انت ولد؟ تخرج، عرفته؟ كويس؟ طيب، ولذلك ده نموذج على مساله التحسين والتقبيح، وده منهج المعتزله وده منهج باطل، وهم انكروا به الادله من الكتاب ومن السنه. فكونك تجي تقول نحن معتزله، احنا ردينا عليهم، لكن انت المعتزلي اللي بتطعن في الصحابه، انت والعواليق اللي معاك والشله اللي معاه والود اللي قبل شويه خشه ده، ده اللي بيقولوا انه ابو هريره ما بيلزمني والصحابه رجال ونحن رجال، قاعدين يقولوا كده، ديل العواليق ديل. تخيل تخيل ناس ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين، الذين قال الله فيهم: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. قال: هم رجال ونحن رجال، وهما رضا انتقاد أخونا الشيخ محي الدين لعبد الكريم محمد عبد الكريم. ما محي الدين راجل وذاك راجل ولا كيف؟ ولا مقياس جنو، فهمت؟ عشان تعرف انه أي زول بيجي يجيب باطل هو المتناقض. طيب، دي المسألة الأولى. قال: مثل ديدا أهل البدع الحيدة، وهذا من الانقطاع. الحيدة ما عندك انت، ونجيها للمسألة البعدية. قال: دليلك شنو؟ لأنه قال: الأصل في الأشياء الإباحة، وأنا على البراءة الأصلية وهو مطالب بالدليل. دي المسألة الأولى. البراءة الأصلية في أنه يجوز لك تعمل أي حاجة، أنه يجوز لك تعمل أي حاجة. طيب لو نفترض، لو افترضنا معك على أنه أنت على البراءة الأصلية، طيب ما تمشي تزني؟ ما تمشي تزني، مش هو على البراءة الأصلية؟ المفروض يمشي يزني ويمشي يمارس اللواط، ما هو على البراءة الأصلية. وين هو الود ده؟ ماشي وين؟ تقعد بيجيب لك حاجات كبيرة قدور كده ليه؟ أنت فاهم نفسك بتقول في شنو؟ عشان كده قال لك ما تقرا ساكت يا ود الحلال، فهمت؟ لو بمعناه هو، وده ما معنى البراءة الأصلية، فهمت؟ العلماء لما قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، يعني داير تشرب موية، الأصل فيها إنها شنو؟ إنها مباحة، يجوز تتطهر بها للفرائض والعبادات، يجوز تشربها، يجوز تطبخ بها، الأصل فيها شنو؟ الإباحة، إنها حلال، إلا يجي دليل أن هذا الماء
مثلا ملك لإنسان معين ويستفيد منه في شيء معين، فما بجوز لك تأخذ منه إلا بعد إذنه، دي اسم البراءة الأصلية. طيب نجي لموضوع قضاء الشهوة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم شنو؟ أزواجا لتسكنوا إليها. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا في القرآن إنه إذا داير تقضي شهوتك تعمل شنو؟ تتزوج. وربنا سبحانه وتعالى قال في فواتح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ده هنا شنو؟ دي هنا الشريعة. فانكحوا يعني هل الأصل إنك تشتغل ساي بس تقضي شهوتك بأي طريقة، ولا الأصل إنه تباري الشريعة؟ الأصل إنه تباري الشريعة. الاستصحاب معناه إنه ما في دليل في المسألة المعينة، ده دليل ولا ما دليل؟ ده دليل ولا ما دليل؟ ربنا قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. عرفت؟ وغير من الأدلة والآيات. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا جعلنا لهم شنو؟ أزواجا وذرية. ربنا سبحانه وتعالى من السنن أن يجعل للأنبياء والمرسلين السادة يجعل لهم شنو يا أخواننا؟ ذرية. ولما قام الثلاثة رهط من الصحابة رضي الله عنهم وقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس شنو مني. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم للزول الدار يحافظ على النسل ودار يقضي شهوته فيما يرضي الله شنو؟ الزواج. الزواج. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في فواتح سورة المؤمنون ربنا قال: قد أفلح المؤمنون. قد دحر في تحقيق، أفلح فعل ماضي، المؤمنون الفاعل. بعد ذاك الآيات البعدية جاءت في صفات المؤمنين، فهمت؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والآيات ماشية. بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون. يعني أنت الأصلي البراءة الأصلية إنه فرجك ده تكون محافظ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. فالأصل إنك تحافظ وما تقضي شهوتك، ده الأصل، دي البراءة الأصلية. ده لو أنت مستصحب معاك البراءة الأصلية شفت. وين هو شفت ده؟ مشى وين؟ ها؟ ما يكون مشى لديلك؟ كويس؟ فالأصل إنك تكون محافظ على فرجك، دي البراءة كده، عشان أنت تبرى ذمتك وتستصحب البراءة الأصلية كما قال ابن عقيل الحنبلي إنه أنت تكون محافظ على فرجك. ولا تحل سراويلك إلا إلى ما يرضي الله. فعشان كده ربنا قال: والذين هم لفروجهم حافظون. إلا دي أداة شنو؟ استثناء. إلا على أزواجهم أو ما ملكت. العلماء قالوا: ما هنا في محل جر، محل خفض، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: إلا على أزواجهم. يعني أنت تحفظ فرجك، تحفظ فرجك إلا من منه؟ زوجتك. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين، أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم شنو؟ غير ملومين. طيب فمن ابتغى وراء ذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قسم الإنسان الذي يباح له ألا يستر فرجه منه، عرفت؟ ربنا سبحانه وتعالى قسم قسمين. القسم الأول الأزواج، والقسم الثاني شنو؟ ملك اليمين. القسم الأول الأزواج،
والقسم الثاني شنو؟ ملك اليمين. وربنا سبحانه وتعالى قال فإنهم غير ملومين، دهن للإباحة. ربنا سبحانه وتعالى الآية بعدها قال فمن ابتغى وراء ذلك، فمن ابتغى، يلا نحن الآن على البراءة الأصلية، أنت ما على البراءة الأصلية، أنت متهم، أنت مجرم كمان مش متهم، فهمت؟ أنت مجرم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال فمن ابتغى. من دي أداة شرط للعاقلين، ودي تفيد العموم. فمن ابتغى، ابتغى وراء ذلك فأولئك هم شنو؟ العادون. فأولئك هم العادون، وهم الضمير لما يجي زايد في اللغة العربية ده يفيد الحصر والاختصاص، زي ما قال إبراهيم عليه السلام والذي هو يميتني ثم يحيين. ولذلك العلماء قالوا هذه، وده كان معروف من زمن العلماء، عرفت من بدري. الإمام مالك كما نقل الإمام القرطبي في تفسير القرطبي قال وسئل الإمام مالك عن جلد عميرة، الاستمناب سموه جلد عميرة، قال فتلا هذه الآية استدلالا بها على التحريم. يبقى أن احنا بنفهم القرآن بفهم منه، فهم السلف. مالك قال شنو؟ قال هذا الفعل محرم، فهمت؟ ونقله القرطبي وقره على ذلك. يبقى تاني انت ما في داعي تقعد تقيل أدبك، وينبغي ويجب عليك أن تتوب وتستغفر ثم تتزوج، فهمت الحاصل؟ وأما الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام للشباب الذين عندهم الشهوة قوية وثائرة. ربنا النبي عليه الصلاة والسلام وجههم يعملوا شنو؟ قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. واللام بتاعت الأمر دي إذا دخلت على الفعل المضارع في علم أصول الفقه، من الأصول، من علم الأصول للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، وتمشي لقدام لغاية ما تمشي الكتب الكبيرة، البلبل وغيرها من الكتب، عرفتها؟ عندك هنا في 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 أصول الفقه إنه اللام إذا اقترن بالفعل المضارع ده يدل على الوجوب إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك، قرينة من الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لو كان في شيء بيحسن الفرج غير الزواج لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وقد قال الله عز وجل في شأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما جاءت المرأة وعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له بها رغبة عليه الصلاة والسلام، وجاء رجل من الصحابة يريد أن يتزوجها، قلل له المهر لتعلم أنه لو كان هناك أمر أقل من التزويج لدله عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجها له بما معه من القرآن. لو كان بجوز الموضوع ده، موضوع أن ينكح الرجل يده وأن يستمني ويفعل هذه الفعلة الشنيعة الحمقاء الخرقاء، لدله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يدل على بلادة العقل وعلى انقلاب الفطرة. ده ذاته فطرته مقلوبة، فطرة ذاته فطرة ما نصح، عرفت؟ ربنا أباح لك زواج، فهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في الزواج، والحمد لله الأسر خاصة عندنا في السودان، في كثير من السودان الناس بيسروا أمر الزواج، بيقول لك نحن دارين زوج سترة، ما دارين شنو؟ ما دارين لنا زوج ساكت في الغالب يعني، وإن كان في ناس مثلا دارين غالي. فأنت أمشي مش دار تحصن نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كان حقا على الله عونهم، ومنهم منه الناكح يريد العفاف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله. وربنا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. شوف الآية دي حكيمة كيف.
ربنا قال وليستعفف، ده أمر للوجوب. أهاياتم ربنا قال الذين لا يجدون نكاحا. طيب ليه ما في رخصة هنا؟ لو كان في رخصة مش كان خشيت في الآية دي؟ طيب ليه ربنا ما ذكره؟ يبقى هي محرمة، عرفتها؟ فربنا قال لك حتى يغنيهم الله من فضله، حتى ده من حروف الغايات، انت فاهم معايا بتاع هناي؟ عرفتها؟ فده كلام واضح يا اخي. انت ما تجيب لك كلام لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال، تخالف الفطرة وتخالف العقل وتخالف المقبول لدى كل عاقل. وانا ما بعرف زول بيسوي كلام زي ده، بدل ما ينستر ويقول يا الله استرني وكده واشفيني من المرض ده، زول تلقاه يجي يتكلم بها قدام الناس، دار يغني عن الناس. يا زول ده كلام عجيب ذاته، انت البراءة الاصلية معك؟ انت ذاته عندك عقل عشان تستصحب براءة ولا ما تستصحب؟ طيب قال انا بناظر بطريقة السؤال والجواب كما قال العلماء، وانت منو ذاته؟ طيب برضو قال من الكلام اللي قاله، قال شيخ عبد الكريم بيتكلم في التوحيد بنفس طريقتكم، ما بتتكلموا بفوق، ما بيتكلم قال بفوق فوق. هو انت شنو بفوق فوق وتحت تحت؟ يعني نتكلم انه تجيب المسائل بتاعت التوحيد على التفصيل والادله بتاعتها وكلام الصوفيه وترد عليه من الكتاب والسنه، ديل ما شغال انه، ما شغال انه ديل، عرفتها؟ انصار السنه ديل ما انت دار تورينا اليوم؟ انت اللي عرفك، فهمتها؟ ديل ما بيتكلم في توحيد، ومن قبل انا قاعد ما ذكر له مساله واحده في التوحيد ورد عليها من الكتاب والسنه، فهمت؟ فيما سمعته انا، ولا ده منهجه يبين للناس التوحيد والعقيده الصحيحه، ويبين للناس الباطل من الشرك وغيره. والا الازارك شغال، وينو رده؟ رد عبد الكريم محمد عبد الكريم على الازارك وينو؟ وينو رد عبد الكريم محمد عبد الكريم رئيس جماعه انصار السنه المحمديه الاصلاح على الخنجر البقري هنا في كل تطيب ماده التفسير؟ وينو رده على حامد بابكر؟ زول لو 30 سنه يتخرج من الجامعه الاسلاميه ما بتلقى له ولا نصرة ذاته على الشفوت ديل الصوفية ديل. وينو ردوا على عبد المحمود نور الدين؟ ده كله خليه. وينو ردوا على الشعبيين اللي قاعدين معاه في جامعة النيلين كلية القانون؟ هو رئيس قسم الشريعة وحاجة زي دي، مادة السقافة الإسلامية حاجة زي دي، رئيس القسم بتاعه في جامعة النيلين. وينو ردوا على شعبيين الشغالين معاه؟ وينو ردوا عليهم؟ ما تلعب علينا نحن. هو الآن أنصار السنة ماشيين مع الصوفية، ماشيين مع الصوفية، فهمتها؟ محمد الأمين إسماعيل يلبس في شارة الصوفية ويتكلموا لي عن المولد، يقول فيه خلاف طويل، ويجوز في السبحة ويجوز في المسلسلات. أنت ما سمعتها؟ الآن صار سنة جداد يا زول، ها؟ صار سنة يجوز استمنة، وأنصار سنة ذاك ها يقول لك تجوز المسلسلات، قال إذا حذفت منها المشاهد الشينة قال فتجوز. ده محمد الأمين إسماعيل، عرفتها؟ وأخواننا شغلوا لك المقطع تاع مدحهم للصوفيه في جنوب كردفان وانهم واحد، او في منطقه غرب كردفان وغيرها من الاماكن. واخر حاجه طلعوها ناس هاشم جلاب معاه ذاك بتاع الحجوز في منو مجد ابو سفيان في جامعه النيل الازرق، اتصل عليه واحد من الشباب موزعين ثاني وزعوا المطويه بتاعت رساله الى مشايخنا الصوفيه الافاضل، دي مرقوها انصار السنه، ديل الافاضل ديل الصوفيه ده عرفتها؟ ها ده الافاضل ناس البرعي اللي بيجي يقول لك ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد، ده افاضل البرعي اللي بيجي يقول لك روضه قبرك افضل من عرش الله وابرك، ده افاضل؟ ديل بيتكلموا في الصوفيه؟ انت بتغوش على منو يا ولد؟ انت شكل عيونك دي طاش، عرفته؟ فده كله من الكذب والباطل. بعدك حتى لو كان بيتكلموا في التوحيد هذا لا يصلح ما فسد من منهجهم، لانه الان التكفيرين بعض منهم بيتكلم في التوحيد زي العواليك سعد نصر ده، تكلم لك في الصوفيه فهمته وكده، وقد ينكر لك بعض العقائد الباطله للصوفيه، فهل ده معناه كويس؟ عبد الكريم محمد عبد الكريم ده نفسه هو الرفض الرد بتاع اخونا الشيخ مزمل على عبد الحي يوسف الذي يكفر غالب الحكام اليوم. قال وان واقع المسلمين اليوم يشهد ان كثيرا من حكامهم كفار لا مجرد ظالمين. عرفت هذا في كتاب الاستبداد السياسي نال به درجه الدكتوراه، ولما وزع في مسجد
انصار السنه بتاع الصحافه بتاع الفتح، عبد الكريم شال الكتاب وزعل، قال ده شنو ده؟ قال كيف يوزعوا يا زول؟ عملنا نحن شنو؟ احنا ردينا على ناس الخوارج، ناس عبد الحي يوسف وغيره، عملنا شنو نحن؟ ده انكر الرد عليهم وقال انتوا بردكم ده الان بتوقفوا اموال الخليج، لانه كل الاموال بقت تجي عبر عبد الحي يوسف. ده نفس الزول اللي كان بيتكلم قبل، ده عنده توحيد؟ تقول ليه بيتكلم في التوحيد؟ ده هسه عنده توحيد؟ وربنا سبحانه وتعالى قال في سوره العنكبوت: ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. وربنا سبحانه وتعالى قال: قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الكفار بيقولوا الله. وده رئيس انصار السنه بالسودان، عرفتها؟ ده بقول لك ما تتكلموا في عبد الحي يوسف، لانه لو اتكلمت فوقه اموال الخليج بتتقطع، ما تتقطع. عائشه رضي الله عنها روت حديث النبي عليه الصلاه والسلام، قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قالت: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأبو ذر رضي الله عنه قال: بايعت خليلي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة، وقال على أمور منها، قال: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. المر معناه شنو؟ معناه أنت لما تقول الحق في مصالح بتتقطع، وأنت لما تقول الحق في ناس بيشتموك ويأذوك. عشان كده لقمان الحكيم رضي الله عنه قال في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك شنو؟ من عزم الأمور. العلماء قالوا ليه قال له واصبر على ما أصابك؟ لأنه قالوا كل من أمر بمعروف ونهى عن منكر وذلك يخالف أهواء الناس فإن الناس سيسبونه ويشتمونه، ها؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، عرفت؟ وأدلة كثيرة على الموضوع ده. فما تخاف من رزق إنه إنسان يقطعه، وما في زول مالك لك رزق، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما أنت أنصار السنة بتتكلم وبتقول في الأناشيد لاي لاي لاي، ما سامع هسي أناشيد؟ عرفتها؟ ما هي شغلة بتتدرج. عشان كده ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. في البداية يجيبوا لك زول حلق وشين واك واك واك، بعد شوية يجيبوا لك واحدين زي ديل صوتهم جميل، بعد شوية بتلقى في خيمة أنصار السنة نجاة غرزة. ما هي الشغلانية بتمشي كده، أنت قايل شنو؟ فهمت؟ وده الغنى ذاته اللي تكلموا عنه العلماء زي الشافعي وغيره، واللي اسمه التقبير ومحاكاة الأصوات والآلات الموسيقية بالأصوات، هذا لا يخرجها عن كونها موسيقى، تفهم الحاصل؟ فده كله شغل بتاع لعب ساكت، منهج منحرف. هذه الجماعة ماشية مع السروريين وتطعن في دعاة التوحيد وما تبلغ دعوة التوحيد، وعندهم قنوات شغالة، قنوات شغالة ما بينوا فيها الحق، ليه؟ عرفتها؟ بجاوبك عن سؤالي. الدليل على إباحة الاستمناء البراءة الأصلية، ما في دليل يحرم ويمنع الاستمناء. أنا أديك، مش قال ما في دليل على حرمة الاستمناء؟ أنا بديك أدلة توريني تمرق منها كيف. معليش، لا معليش، دقيقة أصبر. أول حاجة، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله استدل بحديث، حديث معروف مشهور عند كل الشباب وعند كل المسلمين، قال: يا محشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. طيب، نحن عندنا القاعدة الشرعية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون عارف خير للأمة والخير ده ساهل ويقوم يرغب في الأصعب، ولا ما كده؟
طيب لو كان الاستمناء بجوز أيهما أشد، الاستمناء ولا الصيام؟ يا طلاب كلامي ده افهموا. الآن زول ما قادر يتزوج، الصعب ياتو يصوم ولا يشتغل شغل الزول ده؟ ياتو صعب يا طلاب. الصيام صعب باتفاق المسلمين مش كده؟ طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأيسر ويدل المسلمين على الصعب؟ كيف؟ لماذا لم يقل فعليه بالاستمناء؟ ليه قال فعليه بالصوم؟ جاوب لي على السؤال ده معلش. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليك بالصلاة أو وعليك بقراءة القرآن؟ قراءة القرآن والصلاة ألا تمنع الرجل من الوقوع في الحرام؟ طبعا ده من غباءه طبعا يا اخي. ده زول منتهي يا اخي، لو قلت له جك من هنا للباب والله يقع في الشارع. لا ما عليك، ما بخليك والله الليله ما اخليك. انا بعرفك من 2005، انت قال لي ما بعرفك من 2005 بعرفك. لا لا يا زول اصبر. طيب قال لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصلاه؟ مش كده العله في الحديث ذا؟ دقيقه لحظه. العله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال فعليه بالصوم، فانه له شنو؟ وجاء. ده السبب. فإنه لو وجاء، وجاء يعني وقاية، كسر للشهوة. الإمام الشافعي استدل بالآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. طيب الآية دي فيها من البلاغة أسلوب الحصر. نعلمك أنت ما جاهل، أنا بعرفك. ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا دي استثناء، بعد الاستثناء في إثبات. معناته الحصر في حاجتين بس، إلا على أزواجهم. ده الأول، زوجتك حلال لك، ده ما في إشكال بين الناس. أو هنا للتخيير يا ولدنا، يعني عندك خيار ثاني غير الزوجة. ما ملكت أيمانهم، وما اسم موصول يفيد العموم، يعني عندك ملك يمين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى ما لا نهاية. الاثنين ديل ربنا أباح لك إنك تخرج المني في الاثنين ديل. بعدها قال فمن ابتغى وراء ذلك، ذلك المشار إليه شنو الزوجة وملك اليمين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون منهم الزول ده. ليه؟ لا الملاحظة، لأنه ابتغى وراء ذلك، خلى الزوج أيوة أنت من العادون، لأنك معليش أنت ده من العادون، لأنك بتجوز الاستمناء وتخالف كلام الله في سورة المؤمنون وأظن في سورة الذاريات. الله قال لك اثنين، يا زوجتك يا ملك اليمين. أخي الاستمناء ده مضير يا أخوان. الله قال فأولئك هم العادون، وهم بضمير فصل، كأنه ما في عادين إلا هؤلاء، كأنه ما في عادين إلا هؤلاء. عرفت الحاصل؟ ده فيه ضياع يا أخي، فيه ضياع للنسل، فيه ضياع للدين. آية كاملة من الآيتين من القرآن دار تضيع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي استدل بالآية دي على حرمة الاستمناء، راجع تفسير ابن كثير. سول يجوز الإناي ويجي يقول لك والهواري مبتدع ولا مب، أمشي يا زول ما بديك فرصة، أنا بعرفك، الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش.